ومن المسائل أن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، هذه العشر أم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ومعلوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري عن أيام ذي الحجة الأول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فهل هذه الليالي أفضل أم أن أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل؟ قولان لأهل العلم. والقول الفصل الذي جمع هذين القولين هو قول شيخ الإسلام رحمه الله من أن ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، بينما أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان.